يعطيكم العافية. الآن إحنا في طريقنا للسفر من كندا مونتريال لأنتانانريفو عاصمة مدغشقر. السفر تقريبا حوالي 20 ساعة، يعني فترة طويلة، غير الترانزيت عندنا حوالي 6 ساعات. خلال هاي الساعات القادم راح أكون بالطيارة بوضعية مضغوطة جدا في مقعد إيكونومي، وحابب أتكلم معكم عن حالة جدا مهمة بتسبب الموت المفاجئ لكثير من الناس، خاصة لما يطلعوا من الطيارة. قليل من الناس بيعرفوا عنها، وتسببها الجلسة لمدة طويلة وبتؤدي إلى الوفاة، ويمكن الوقاية منها. هاي الحالة اسمها pulmonary embolism أو الانسداد، عبارة عن انسداد في أحد الشرايين الرئوية. في معظم الحالات يحدث هذا الانسداد الرئوي عن طريق جلطات الدم التي تنتقل من الرئتين إلى القلب، من الساقين في حالة تعرف بالDVT إلى القلب، ومن القلب إلى الرئتين. كثير ناس بيحكوا لها إنها الجلطة الرئوية. طبعا بتصير هذه لما الواحد يوقف مرة واحدة، العضلات تدفع هذه الجلطة من القدمين للقلب للرئتين. السبب الرئيسي هو الجلوس لفترة طويلة بوضعية القدمين المنحنية، مثل المكتب، الطيارة، بعد العمليات الجراحية والحالات اللي زيها. في عوامل خطر كثيرة، منها السمنة، العمر، مرضى السرطان، الجراحة اللي ما بعد الجراحة، أمراض القلب، وأدوية منع الحمل. الحمل نفسه ممكن تسبب هاي الجلطات. رح نحكي الآن عن الوقاية، خلوكم معنا. الشغلات المهمة للوقاية، نمبر واحد أول إشي هي الملابس الفضفاضة. زي ما أنتم شايفين اللابس بنطلون دكة خفيف سهل وسط. الشغلة الثانية هي شرب الماء. شرب الماء إشي مهم جدا، خاصة قبل الطيران. أقل إشي لازم تشرب 100 ملي لكل ساعة طيران، يعني الخمس ساعات تشرب نص لتر على الأقل. طبعا إلى فين الهدف الأول، إنها بتسبب بتخفف أو بتسبب تميع في الدم، بتخفف من الجلطات. والسبب الثاني إنك بتروح على باب بيت الراحة أو دورة المياه، وهذا مهم لأنك تحرك رجليك. رقم ثلاث، كومبريشن سوكس. السوكس هاي مهمة جدا، ان هي الجوارب الضاغطة بتخلي الدم دائما ما يتدفق كتير في الرجلين، بترفع الدم بشكل سلس. اربعة، اذا انت دكتورك بيعرف ان عندك امراض لازم تستشيره، ممكن يعطيك مميعات او بلد ثينرز، انتي كوغلانز. وخامس شغلة وهي المهمة اللي هي الحركة اثناء الجلوس، تعمل تمارين سهلة جدا، هي واحد اثنين زي هيك، شايف رجلي؟ شايف رجلي كيف؟ وانت قاعد كل 15 دقايق اعمل هاي الحركة، حاول تمشي زي ما حكينا في الحمام على دورة المياه. والف سلامة عليكم، ان شاء الله توصلوا بالسلامة.